بعض الناس كل ما يولد له ولد يموت، فايش يصنع؟ قال سميه اسم اكشر، ما اكشر اكشر، اي المهم يعني سميه. قال سميه والله اسمع، المهم المهم لا جبنا اسماء لانه ممكن بعض الناس هو عنده هنا اسم، فقال اسمه شلوه. ايش شلوه؟ ما لها معنى، ممكن اسم للشياطين هذا، لماذا تسميه بهذا الاسم؟ من حق الولد على الوالد ان يختار له اسم حسن، قال لا اكشر عشان يعيش، اذا هذا الاسم له علاقه بحياته او وفاته؟ لا، فيسميه هذا الاسم. مشكله، الاسماء عندنا مشكله، لان كل انسان له من حق من اسمه نصيب.